بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل حبايبي في فيديو جديد من اسلوب حياتي. فيديو النهارده فيديو مهم جدا، بيجيلي اسئله كتير جدا عليه عن البلاستيكات وازاي ننظمها في المطبخ بتاعنا. وهنتكلم النهارده لو زهقتي من البلاستيكات اللي عندك في المطبخ ازاي ترتبيهم، ونشوف الحل هيبقى ايه. زي ما احنا شايفين طبعا انواع كتير من البلاستيكات، سواء كانت اطباق او علب التلاجة، طبعا بتبقى عندنا كتير جدا وبمقاسات مختلفة، وبنحتار ننظمها ازاي. يعني المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده عايز درفة مطبخ كاملة عقبال ما نحط فيها الحاجات دي. انا جايبه لكم الحل معايا النهارده، وهنشوف ازاي ننظمهم وياخدوا معانا مساحة بسيطة جدا. زي ما احنا شايفين المنظر كده، بيبقى علب التلاجة، الغطيان بتاعتها، كل حاجة. اولا كده عايزة اعرفكم على الحل بتاعي ايه هو. هو الباسكت ده، الباسكت ده كده شوفوه كويس، ده حجمه كبير وجميل. انا كنت جايباه بقالي اكتر من سنة، وكنت جايباه عاملاه لكم، يعني وريته لكم مرة في فيديو مشتريات يعني قديم في بداية القناة تقريبا، وحبيت اقول لكم انا بعمل بيه ايه وبنظم فيه ازاي، بناء على طلب البنات واسئلتهم الكتير جدا على انهم ينظموا البلاستيكات ازاي. ده كده نوعه، ده اسمه خرشد للبلاستيك، نوعية حلوة. يعني اي محل بلاستيكات تسألوا عنه، عن الباسكت ده والمقاس ده الكبير ده والايدين كده هتلاقوه ان شاء الله. فانا اللي بعمله بجيب الباسكت ده وبفرش كده في القاع بتاعه، بفرش كده في الارضية بتاعته ورقة من الورق الابيض كده النضيف، وبخليه كده. وعايزة بقى اكلمكم كمان عن البلاستيكات وانواعها وعلب التلاجة اللي بنشتريها وبعد كده نلاقيها زحمت لنا الدنيا. اولا كده يعني لازم، يعني قبل ما نشتري او احنا بنشتري، ندور دايما على الحاجة اللي مقاساتها بتدخل جوه بعض. دي بتريحنا كتير جدا في التنظيم في مطبخنا بعد كده، والترتيب بتخلينا ما ناخدش مكان. يعني لو كل العلب هتلاقيها مقاسات مختلفة او طقم مع بعضه بيدخل جوه بعضه، ده بيبقى مريح جدا. دايما لما باجي اشتري بحط في اعتباري الحاجات دي، انها تبقى نقدر كده ان احنا نحطها جوه بعض وما تاخدش مسافة، يعني مساحة كبيرة. يعني مثلا عندي الباسكت ده كده، نوعه ده 3 قطع مقاسات، الثلاثة بيدخلوا جوه بعض كده، بقى يعني ملمومين كلهم في مكان واحد. مثلا الأطباق دي الثلاثة بيدخلوا جوه بعض اهو كده جمعناهم. مثلا طقم الثلاجة ده كده 3 قطع، القطعة الصغيرة فين بتاعته اهي، دي القطعة الصغيرة وغطاها بتتحط في الاكبر منها، وده غطاها، وفي كمان اكبر بس فيها حاجة في التلاجة بتتحط برضو في الاكبر، ويبقوا الـ3 قطع في قلب بعض. لازم بشتري الحاجة كلها بتدخل جوه بعض كده. وده طقم كده استانلس برضو بتاع تلاجة، ده اكبر مقاس، ده اصغر مقاس، بيتقفل كده برضو بيتحط في اللي بعده اللي اكبر منه شوية، ونقفله، ده غطاه. بنقفله كده، وبرده بيدخل في اكبر حجم، ونقفل كده. اصبح عندي يعني كأنها واحدة بس، هتاخد لنا مساحة واحدة بس. وفي كمان ايه برده، ده كده برده طقم التلاجة كان عندي برده قديم، دي الصغيرة بتدخل برده في دي ودي، وكان في واحدة اكبر منها بس اتكسرت، ودي عندي كان من طقم تاني، بس دول ممكن يدخلوا كده هنا وهكذا. بصوا بنلاحظ ان الحاجة بحجمها بيقل ازاي. برضو ده طقم تلاجة كنت جايباه برضو 3 قطع بيدخلوا في بعض، دي اصغر واحدة تدخل في الاكبر منها، والكبيرة خالص ندخل الاتنين فيها ونغطي. برضو كده الطقم ده اتلم اهو بقى، يعني جزء واحد. العلب برضو الصغيرة دي بتدخل كده جوه بعض، وغطيانها برضو بيتحطوا كده على بعض. اصبح بقى شكل يعني ايه، حجم برضو صغير. بصوا الحاجة اتلمت قد ايه. وكمان لو في بقى اي رفايع كده بلاستيكية اهي، الحاجة جمعناها بقت، تشوفوا منظرها في الاول كان عامل ازاي، اتجمعت وبقى منظرها او حجمها قل خالص. نيجي بقى للترتيب هنا في الباسكت بيكون ازاي.
بجيب الباسكت ده كده، بجيب الباسكت بقى ده كده اهو عندي علشان نشوف كويس هننظمه ازاي، ونشوف بقى على حسب الاحجام اللي عندك. مثلا ناخد السلات دول الثلاثه نحطهم هنا كده كده، ونشوف اي حاجه تاني ممكن تدخل. مثلا نجيب العلب دي الطقم ده كده او دخل جواها، بصوا بقت حجمها عامل ازاي. مثلا الثلاثه دول الطقم ده نجيبه هنا مثلا، وايه تاني، والاطباق دي كده، وممكن الصغيرين دول ندخلهم في الاطباق دي ويبقوا كده كده. ده كمان الطقم التلاجة ده البلاستيك، ممكن مثلا نوقفه هنا كده. ممكن بقى اي رفايع بقى بلاستيك عندك، طبعا الحاجات دي الصغيرة دي بتبقى عاملة لنا كركبة ومش عارفين نوديها فين، بتاخد معانا مساحة كبيرة، بنحطها كده. والعلب دي كمان مثلا كده دخلناهم برضو في بعض يبقوا قريبين مننا. بصوا كلهم اتلموا ازاي في الباسكت، كلهم اتلموا ازاي في الباسكت. وممكن لو عندك علب تاني برضو تحطيها، وفي برضو عندي من دول في التلاجة لما بفضيهم واخلصهم بحطهم هنا. يعني بصوا الباسكت اتملى حاجات قد ايه، كان منظرها عامل ازاي في الاول. ده بقى اللي بعمله، ده كده تعتبر درفة، كأنها درفة مطبخ كده متحركة معاكي، تحطيها في اي مكان. وليها كمان ايدين اهي، سهله يعني، والحاجه اللي فيها خفيفه وكل حاجه. وطبعا ممكن تحطي فيها اي حاجه، اي اطباق بقى مهما كان مقاسها تدخليهم جوه بعض، مصافي بلاستيك، اي بلاستيكات عندك من اللي بتعمل كركبه وما بنبقاش عارفين يتصرف فيها ازاي. ده بقى بتحطيه في اي مكان، في المطبخ، فوق الثلاجه عندك في المطبخ، فوق الديب فريزر، وتغطيه كده بفوطه مطبخ نظيفه او قماشه نظيفه. وكل ما تستعمليه كانها درفه مطبخ، بتفتحي كده وتشوفي، وبعدين كل حاجه موجوده قدامنا، مش كركبة ولا مزنقة ولا اي حاجة. يعني لما نشيل دول كل حاجة واضحة قدامنا، بنمد ايدينا ناخدها عارفين مكانها ونحطها تاني بعد ما نخلص استعمال ليها بمنتهى البساطة. وكمان في اماكن زي ما بقول لكم بحط حاجات فيها اكتر، العلبة دي لما بتفضى، وكمان هنا في اتنين تاني، كل دول بيدخلوا جوه الباسكت ده. وجايبه كمان منه، كنت جايبه من ساعه المشتريات لما قلت لكم، انا مش بصراحه مش فاكره ثمنه علشان يعني بقاله كتير عندي. ممكن بقى فيديو المشتريات اللي كان من سنه او اكتر هتلاقوني قايله فيه التمن بتاعه، واكيد طبعا غالي برضو. يعني الباسكت ده او اي نوعيه تاني او اي حاجه تشوفوها بالمنظر ده، او مثلا باسكت غسيل، لو في باسكت غسيل بيبقى حجمه كبير او في اصغر، تجيبوا باسكت الغسيل وتعملوا فيه نفس الفكره دي، ترصوا البلاستيكات والغطيان وتلموا وتجمعوا كل اطقم الثلاجه اللي بتبقى عامله لنا دوشه. وبقول لكم اللي جايباه زيه بقى بالظبط، عامله فيه ايه، مجمعه فيه ادوات التنظيف كلها، ازاز المنظفات كلها تحت الحوض، برده جميل جدا لانك تنظمي فيه تحت الحوض. وكنت عامله لكم برده ساعتها فيديو عنه ورصيت ازاي الحاجه، هحاول اجيب لكم الفيديوهات دي على فكره القديمه دي واحطها لكم في شاشه في نهايه الفيديو باذن الله عشان تشوفوه كان تمنه كام، وتشوفوا برضو التاني انا كنت مرتبة في ايه. بتحط كده الازايز، حتى جنرال وكلوريكس الالوان، واي بقى ازايز منظفات، الشاور اللي هو المسحوق الجلي بتاع الغسالة الاوتوماتيك، الابيض، الالوان، الزهرة، اي حاجة بقى متعلقة بالغسيل، اي حاجة بقى، البخاخات، البلاستيك، اي خلطة تكوني انت عاملاها بحطها كده خلطة المنظفات، وبرص كله بيلملي كل حاجة تحت الحوض وبيكون مرتب جدا. او اي باسكت غسيل زي ما بقول لكم تعملوا نفس الفكرة دي، وطبعا تحطوه في اي مكان زي ما بقول لكم، فوق تلاجة، فوق ديب فريزر، في اي مكان كده في ركن في المطبخ فاضي كده جنب الترابيزة، جنب اي مكان تحطوه كده، حجمه صغير وخفيف تقدروا تنقلوه من اي مكان، من مكان لمكان بمنتهى السهولة. وكمان تقدروا ترتبوا فيه على فكرة حلل، يعني انا عايزة اجيب ان شاء الله واحد تاني، الحلل اللي هي الالومنيوم مثلا، اكبر مقاسات اللي ما بنستخدمهاش كتير، تدخليهم فوق بعض جوه بعض وتحطيهم في الباسكت ده. وممكن كمان ترفعيه بقى الحاجة اللي ما بتستخدمهاش كتير او كل مدة يعني تستخدميها، ما بتحتاجهاش باستمرار، ترفعي الباسكت ده كله فوق المطبخ، يعني فوق المطبخ في النهاية خالص، فوقيه كده من فوق، ترص الباسكت ده. وممكن تجيبي اكتر من واحد، لو درف المطبخ صغيره وما فيهاش مكان، وعندك اطقم حلل كتير، عندك اطقم اي حاجات بلاستيكات كتير ما بتستخدمهاش، ترص الباسكت ده كله فوق سطح المطبخ العلوي ده، يعني من فوق خالص ترص الباسكت ده، وبيبقى شكله حلو ومرتب ومنظم،
ولما تحتاجي منه حاجة تطلعيها وتستخدميها على طول، واللي بيبقى الحاجة بسيطة كده ونقدر نستعملها يوميا او بنستخدمها كتير بنخليها كده جنبينا في حتة قريبة فوق التربو فوق اي حاجة بقى، زي ما بقول لكم جنب المطبخ كده حتة صغيرة فاضية تحطي الباسكت ده بتاعك وتقدري تنقليه زي ما بقول لك من مكان لمكان، خفيف وجميل وفكرة جميلة جدا انا عن نفسي متبعاها. وبصوا لمم لي حاجات قد ايه، ممكن تعملوا اكتر من واحد ويبقى عندكم اكتر من واحد كده على حسب الحاجه اللي عندكم كلها احجامها قد ايه بقى او بتاخد مساحه قد ايه. وبتمنى يكون فكره النهارده عجبتكم بالرغم من بساطتها، بس فعلا في بنات كتير مش عارفاها وبتحتار في ترتيب البلاستيكات وتنظيمها وتجميعها كده في مكان تاخد اصغر يعني حجم ممكن في المطبخ عندنا. حبيت اقول لكم الفكره دي عملي واوريكم انا عاملاها ازاي فعلا عندي في مطبخي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها، ومش شرط الباسكت ده زي ما بقول لكم، اي نوعيه تلاقوها بالحجم ده او اي موديل او اي حاجه تستغلوا الفكره دي جميله وهتريحكم جدا جدا وهتستخدموها في حاجات كتير ان شاء الله. وبتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم وتطبقوا الفكره دي عندكم ان شاء الله. وما تنسوش بقى اللايك والشير واشتراك في القناه، ونتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.